برضو اقدر اقول لك بينشأ انا نشأة مش سوي برضو تجربتي نفسيا. انا عندي بلاش اشرب ولازي اروح البيت ايه بتجربة احد المامز مش انا. ايوه بالظبط. البنت جميلة وبتسمع الكلام وكيوت صح والله كيوت ايوه امي والله والولد متمرد ويسمعش كلام، بس دايما غصب عن الام اللي بيسمع الكلام ده بيبقى مريح، فطبيعي لما يطلب حاجة تجيله بيبقى مميز. التاني بيغير وبيضايق وبيعمل بقى تصرفات مش حلوه اه، بس احيانا بيكون شويه الشخص اللي بيسمع الكلام على كأنه طول اصغر، الخط بيسمع الكلام يعني اصغر مطيع بطريقه اللي هو كأن بعد كده الام هتكون مسيطره عليه. انا عايز اقول لك ان دايما الشخص ضعيف الثقه بالنفس بيجذب دايما ليه الشخصيات المسيطره اللي نرجسيه الاستغلاليه. احنا دايما اي حاجه احنا بنجذب بالظبط يعني، ودايما اللي احنا بنركز عليه هو ده اللي بيزداد في حياتنا. اما بقى لما هنتكلم على الثقه بالنفس ان انا يكون عندي اليقين بقدراتي ومهاراتي، ابقى عندي البوصله ان انا ده بيبني ازاي بقى عند الطفل يا دكتور؟ من موضوع السوشيال ميديا من الطفوله عايزه تعرفي تعملي عايزه اقول لك ان انا ببني الثقه بالنفس الاسره يعني اسرنا هي عوالمنا الخاصه، سكان انفاسنا ومشاعرنا هي نبض البيوت. فالاسره دي يعني هي البنيه الاساسيه هي دي اللي ممكن عارفه يعني. سمعت مره قصه مدير المفروض ان هو مكانه كبير جدا، مكانته كبيره جدا، بس طول الوقت متعصب، طول الوقت في حاله انهيار، واحيانا الانهيار ده كمان بيوصل للمنظومه اللي هو بيديرها. ايه السبب؟ ان هو دايما طول الوقت عنده الطفل الداخلي مجروح نتيجه ان مامته وباباه ما كانوش بيقدروا، كانوا بيتلفظوا بالفاظ انت خايب، انت فاشل، انت غبي، بتظل الالفاظ دي وكأن في رسالة خفية، انت ما حدش بيحبك، انت غير مرغوب فيك. فبيفضل طول عمره مهما يعتلي من مناصب هو جواه الحتة دي، بيبقى محتاج حد يطبطب عليه. طبعا احيانا الموظفين بيعمل بالظبط، رغم ان هو ممكن يكون ماسك منصب كبير، لكن دايما حاسس بنقطه صغيره كده ان هو في حاجه وجعاه. طب وده الطفل الداخلي بقى الناس اللي كبرت بقى خلاص وعندها الطفل الداخلي الداخلي مجروح ده الحقيقه ده بياخد اولا ده لازم يكون محتاج احيانا عارفه كده لما بيكون عندك تلفزيون محتاجه انك تصلحيه، اما انت بتعرفي تصلحيه اما انك بتروحي مركز صيانه يصلحه. بالظبط كده، احنا احيانا بنحتاج دعم نفسي ومش عيب ان احنا خصوصا ان الوعي ده بقى موجود بالظبط. احنا دلوقتي حاليا وهو ده بقى فايده السوشيال بقى ميديا في ديسوردر شكله كده عند الطفل محتاجين نتعامل معاه بالظبط. فاحنا اللي بنربي اولادنا من هم صغيرين على ان هو يكون شخص واثق في نفسه. طبعا الشخص الواثق في نفسه انا بشوفه من اول ما بيدخل عليا الانطباع الاول اللي هو شخص مهندم، ريحته رائحه ذكيه، ملابسه نظيفه، مشدود القوام، بتلاقيه ليه طلع ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ حلو، قولي انا حلوه، قولي انا جميله، الرسمه التحفه دي. تحس ان هو من جواه حتى فخور بنفسه. إيه عنده مفردات لغويه صحيحه. في ساعات بنسال الاطفال ايه ده انت عرفت دي ازاي؟ تقول لك عشان انا ذكيه. ايوه عشان انا شاطره. ده الاستحقاق بقى. انا ذكيه فانا عرفت ان انت لما خارجه فانت مش راجعه الا متاخره. كل شيء عايزاه ان هو يكون انا استحقه، عارفه اللي هو ادفع مهره. أيوة. اللي هو يعني الراجل كده لما بيكون عايز الست فهيدفع مهره.